أعوذ بالله، دي أخلاق الرجال يا ناس، دي أصول عيش والملح. معقولة راجل يبلغ الحكومة على الستات قاعدين يبطلهم في البيت؟ اللي اسمه سلومة ده لازم يتربى، لازم يتعلم الأدب من أول وجديد. هو ده الكلب أمره ينعدل يا خال؟ هنقطعه له. أنا بخاف. ما تخافيش من أي حاجة. بخاف من الكلاب. مفيش كلاب يا سندس، خلاص. أنا شفت رجالة كتير وقليل، عمري ما شفت رجالة أوسخ من سلومة ده. أنت بتشتم مين يا واد؟ أوعى تكون بتشتم عوض. لا كان بيضربني، بس كان بيضربني عشان الواد. لا ما تخافيش، أنا بشتمش عوض، هروح أجيبهولك دلوقتي. بس المهم عملت له الواكل اللي هو بيحبه. البنت الحلوه دي هي اللي عملته. الله 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 يا ست هايدي، سندوسه دي فيها شيء لله، وما تحبش الا البني ادم اللي ربنا راضي عنه. وانا كمان بحب سندوسه. بقول لك ايه يا استاذ شكري؟ امورينا يا ست هاني. شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وانا هدفعه له. نعم يا اختي، تدفع لنا ليه ان شاء الله؟ انت هتجبي علينا ولا هتجبي علينا؟ ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحلتي القعدة في قلب المكان، فقلت اما تدبلك مسمار جحا في المطرح. لا يا حبيبتي اطمني، انا مش ناوية اطول هنا، ولو عليا انا عايزة امشي النهاردة قبل بكرة، بس انا كمان مش عايزة مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت، ومش عايزة الشرطة تفضل رايحة وجاية وتعمل لنا محاضر. لا معلش يا اختي استحملي، ادام عايزة تقعدي بقى استحملي، انا عن نفسي افضل ماشية كده اهو، واحدة واحدة على قد كده اهو، ولو ما لحقتش ولا اتزنقت روح خش في جمعيه من اللي بتعملهم المسوك، واقبض انا وادفع حصتي زي ما هي عملت بالظبط. خلي لك يا اختي انت فلوس، اصرفيهم على الاحمر والاخضر والبيجامات الحلوه دي اللي بتجيبيها. اقعدي بالاحمر بالاسود. اقعدي يا ست هانم، اقعدي، استهدي بالله، استهدوا بالله، استهدوا بالله. ست هانم ما قصدهاش حاجه، ربنا فاتح عليها ومديها وعايزه تساعدك لله. الست هانم دي معاها فلوس ممكن تشتري الحته دي كلها. فاهمها يا عم شكري. الست هانم، الست هانم هانم على نفسها يا اخو، احنا ما عندناش هنا هوان. وبعدين بقول لك ايه، احنا طول عمرنا ماشيين بالزق، لكن حامدين وشاكرين الحمد لله. انا الغلطانه اللي انا عايزه اساعد، ان شاء الله سقف البيت يتهد على راسك. انا مالي اتهد على راسك انت يا بعيد؟ ادعي اتهد على دماغنا كل الناس. اي اي اقعدي يا ست بتقولها. اقعدي من فضلك يا ست هانم، اقعد عشان نحل المشكله السوداء دي. انا هنزل دلوقتي لسلوم النجس عشان اعلمه الادب من اول وجديد. ماشي. بقول لك ايه، عايزيه وانت راجع معدي عليا، عايز اطلع اشوف هيما، ما شفتوش من ساعه ما جه من المستشفى. يا دنين عليك وعلى سنين هيما، ما انا مش عارف اطلع له لوحدي.